السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بالحلقة رقم 25 بسلسلة Implants in Clinical Dentistry. وصلنا بهاي الحلقة للعنوان رقم 15 اللي هو التعويضات المتحركة فوق الغرسات السنية Implant Over Dentures. رح نحكي عن هالتوبيك بموضوعين متتاليين إن شاء الله. موضوعنا اليوم هو الجزء الأول من هالعنوان. أول شيء نحن بنبدأ بالتعويضات المتحركة فوق الغرسات السنية. نحن بدنا نعرف بالبداية المقصود بالتعويضات المتحركة فوق الغرسات. هي التعويضات المتحركة التقليدية المثبتة أو المدعومة باستخدام الغرسات السنية. هون نحن بدنا نميز بين المصطلحين كبداية، خلينا نعطيها مقدمة للموضوع. في مصطلح اسمه Implant Supported Overdenture، وفي مصطلح اسمه Implant Retained Overdenture. فالOverdenture أو التعويض الفوقي ممكن يكون هو أخذ Support من الغرسات، وممكن يكون أخذ Retention من الغرسات. نحن اللي بنقصد بالموضوع مثل ما بنعرف كمصطلحات أساسية بعلم التعويضات السنية، السبورت أو مصطلح الدعم هو أن يشارك هذا الجسم الداعم بتحمل الجهود الإطباقية العمودية. يعني عندما يقوم المريض بوضع لقمة طعامية والعض عليها، القوة التي تنتقل إلى الأسنان ثم إلى النسج الحاملة للتعويض، هاي النسج اللي نحن نسميها النسج الداعمة البرينج ستراكتشرز، النسج الحاملة للتعويض، هل تقوم بمهمة تحمل هذه القوى التي تضغط بالاتجاه العمودي؟ فهون نحن بنقول انه هل الأجسام تقوم بوظيفة الدعم او السبورت. بينما الامبلانت ريتيند اوفردنشر، يعني التعويضات المثبتة باستعمال الغرسات السنية، فجسم الغرسة السنية ما بيدخل بموضوع تحمل الجهود الاطباقية العمودية. مهمة الوصلات فوق الغرسات بتكون فقط هو مقاومة نزع التعويض أو خروج التعويض خارج مكان استقراره. فنحن دائما بالأسناخ الضعيفة وعند المرضى اللي غرساتهم بتكون ضعيفة، ممكن نحن دائما نلجأ لخيار أنه يكون الأوفردنشر هو ريتيند باستعمال الإمبلانتس. فبهيك حالات مستعمل بالغالب وصلات كروية، هي بتقوم مع الحلقات المثبتة على شكل رينج، فبهيك حالات بتقوم بدور الريتينشن أكثر ما تكون عم بتقوم بدور السبورت. ولكن أغلب التعويضات اللي بتكون فوق الغرسات بتكون هي من فئة إمبلانت سبورتد. بداية بعد نحن وضع خطة العلاج، لازم بعد وضع خطة العلاج ونحن قررنا نعمل للمريض تعويض متحرك مدعوم بغرسات، غرسنا الغرسات وصلنا لمرحلة التعويض النهائي، العملية الأولى لما نقوم فيها هي عملية اختيار الدعامة المطلوبة. باختيار الدعامة المطلوبة نحن عنا طريقتين لموضوع اختيار الدعامة المطلوبة. إذا نحن عاملين الغرسات بتقنية التو ستيجز، يعني أنا حاطط الغرسة السنية على مستوى العظم أو أخفض بشيء بسيط وعم بستنى فترة شفاءة، فأنا إمتى بإمكاني أعمل اختيار للغرسات؟ اختيار الغرسات بيكون تقريبا بعد 4 أسابيع من عملية الـ second stage surgery. يعني أنا الجراحة الأولى حطيت الغرسة بمكانها، الجراحة الثانية أنا بقوم بفتح شريحة وتركيب healing abutment أو مشكلات اللسة أو دعامات شفاء. بعد الـ second stage اللي هي تركيب المشكلات ب4 أسابيع بإمكاني اختار أنا المقاس للدعاماتي واختار الدعامات المناسبة، اللي هي 4 أسابيع فترة كافية جدا لاستقرار النسج الرخوي حول هاي الغرسات بعد وضع مشكلات اللسة. بينما أنا إذا عم بعمل الوان ستيج سيرجري، يعني أنا عم بعمل الغرسات بجلسة واحدة، وضعت الغرسة مباشرة وما بدي انتظر فترة تانية، فممكن أكون حطيت الغرسة وحطيت دعامة الشفاء فوقها مباشرة، أنا بإمكاني اختار الدعامة مباشرة بعد 3 أشهر من وضع الغرسات، بتكون غرسات اندمجت واللسة تشكلت حواليها. المقصود بهذا الكلام أنه إذا الغرسات كانت مطمورة يفضل دائما انتظار فترة 4 أسابيع لوضع مشكلات اللسة. بينما بالتعويضات الثابتة نحن ممكن نختار الدعامات أو عمل الطبعات فوق الغرسات بعد وضع مشكلات اللسة 10 إلى 15 يوم، بينما بالمتحركة بالتعويضات المتحركة منفضل 4 أسابيع. من ناحية اختيار الغرسات أو الدعامات فوق الغرسات، في عنا أداة كتير مناسبة هي لقياس الارتفاع تبع اللسة المغطية لقمة النتوء السنخي، هذا نحن نسميه depth gauge. هذا الجوج بإمكاننا نحن نستعمله مثل ما أننا موضحين بالصورة، فيه هو له خطوط منقطة أو معلمة باستخدام الليزر حسب عمق المنطقة اللي بدنا نستعملها. ليش هذا الديبث جوج ضروري بالنسبة لنا؟ لأنه إحنا لازم يكون في عنا الشولدر أو البلاتفورم اللي شايلة
الدعامة اللي أنا بدي استعملها لازم تكون هل الدعامة تماما على قمة النتوء على قمة اللسة أو أعلى منه بشيء بسيط. يعني لازم يكون عنق الدعامة مثلا مثل الدعامة الكروية اللي احنا شايفين قدامنا، عنق لهي الدعامة اللي هو منطقة الأندركات اللي هون، عنق الدعامة بهالمنطقة هاي لازم يكون أعلى من قمة اللسة. فنحن ما بصير نختار دعامة منخفضة كتير مشان ما يكون عندنا هالمنطقة الأندركات تحت مستوى اللسة ومشان ما نسبب مشاكل لسوية. ففي عندنا البلاتفورم اللي شايل عنق الدعامة والدعامين، عنق الوصل الكروية والوصل الكروية، هالبلاتفورم اللي شايل احنا بإمكاننا نختاره بارتفاع مختلف. بالصورة اللي احنا قدامنا شوفوا الكولر هذا او البلاتفورم اللي تحته عنق الغرسة، هذا لشركة نوبل بايوكير. طبعا هاي الغرسات رفع لي مستوى الدعامات عن قمة النتوء السنخي بمقدار بسيط جدا. هالدعامات هي عطتني شكل مناسب وجيد، وشوفوا هالبلاتفورم هذا خلى لي منطقة الاندركات تبتعد عن اللسة وما يصير في عندي مشاكل بهالقصة. نفس الشيء بالنسبة لوصلات لوكيتر، وصلات لوكيتر اللي هي بتثبت على شكل دولاب مثل ما نحن، هي وصلة دولابية بدل ما تكون كروية، لازم يكون البلاتفورم أو الأندركات اللي تحت الدولاب مكشوف أعلى من مستوى اللسة مشان ما يصير في عنا مشاكل نسج رخوة بهالمناطق. هاي بالنسبة للوصلات المستخدمة بصناعة البار او الوصلة العارضة، يعني فبيكون البرايمري كراون المستعمل. طبعا احنا دائما ملاحظة يعني انه بالتعويضات اللي بدها تستخدم على شكل بار، وصلات على شكل بار، احنا بنفضل الدعامات ثنائية البراغي المالتي يونيت، يعني الدعامات اللي لها برغي بيثبت الدعامة داخل الغرسة ثم برغي تاني بيثبت هيكل البار على الدعامة الاولى، ففي برغيين تثبيت. هذا الشكل الاساسي للبرايمري ابارتمنت، بيكون البلاتفورم اللي بدها تتثبت عليها البار اعلى من مستوى اللسة عند المريض. بينما شوفوا معي بالصورة هاي اللي قدامنا هون وضع زرعات وضع عفوا دعامات خاطئ، الطبيب قام باختيار دعامات غير مناسبة، بالذات شوفوا لي هالدعامة هاي حافة اللسة المتحركة او المرتبطة هي باللسة الشفوية، صايرة تقريبا بمنطقة الاندركت اللي هو تحت الوصل الكروية. فهون عندنا كثير مشكلة، اجزاء الوصلة وقت لما نحط المثبت المطاطية والهاوس فوق الوصل الكروية راح يكون في عندي رض لمنطقة اللسة بهالمنطقة هاي. نفس الشيء بالنسبة لهاي الوصلة اللي قدامنا، في عنا مشكلة بموضوع اختيار الدعامة، كان لازم نختار دعامة أطول. شوفوا اللسة هون كيف مغطية جزء من الأندركات حوالي البول، ولاحظوا معي هاي البول هي مستخدمة فترة طويلة ففيها شوية اهتراء وفيها شوية تعب ببنية الوصلة الكروية نفسها. هاي الصورة اللي قدامنا هي لاختيار الدعامة المناسبة لوصلة بار. ممكن نحن نختار الدعامة المناسبة بعد عمل الطبعة النهائية، بحيث انه نحن ناخذ الدعامه البرايمري بالطول المناسب اللي شكلت لنا اياه الطبعه بعد عمل الطبعه النهائيه ووضعها، وبيكون هاي المرحله نحن قمنا باختيارها مخبريا. ولكن بالنسبه للوصلات الكرويه ووصلات لوكيتر باغلب الحالات بيتم اختيار الدعامه المناسبه سريريا. بنجي لموضوع تسجيل الطبعات الاوليه، قمنا نحن باختيار الدعامات وبدنا نبدأ بعمل أو بصناعة التعويض المتحرك المحمول أو المدعوم بهالغرسات السنية. يفضل دائما إجراء الطبعات الأولية لما بتكون مشكلات لسه ما زالت بمكانها، يعني الطبعة الأولية البرايمري يفضل نحن نستخدم مشكلات لسه وهي بأماكنها نقوم بعمل هاي الطبعة. مشكلات لسه بتعطيني شكل أو انطباع داخل بنية المادة الطابعة بشكل أفضل، بحيث انه انا استعملها بشكل ادق لصناعة الطابع الافرادي. بالنسبة لمادة عمل الطبعة الاولية، المادة الاكثر شيوعا هي مادة الالجينات، بنعرفها كلياتنا. ومن الطرق التريكات اللي ممكن نستعملها انه نستعمل سيليكون باتي، السيليكون عادي اللي ممكن نستعمله احنا بطبعات التعويضات الثابتة كمادة قالبة، هيك قالب حامل للمادة الطبعة النهائية الوش، والوش بيكون باستخدام الألجينات أفضل ما أنه يكون باستخدام السيليكون الطري أو اللايت سيليكون. طيب راح تقولوا أنه كيف راح يتم التصاق مادة الألجينات على مادة السيليكون باتي؟ بصراحة هي القصة باستعمال لواصق لمادة الألجينات، لاصق عادي طبيعي تركيبه بالعادة بيكون أسيتون تقريبا، بيساعدني على عملية الالتصاق. ما بدي استعمل هالتقنية هاي، بإمكاني استعمل شمع مركب طبع يعني امبريشن كومباوند يعني ثم فوقه الجينات.
الفكره بالموضوع انه انا لازم تطلع معي حواف الطبعه بشكل جيد جدا، بالذات حواف الخط المنحرف الباطن وعمق الميزاب بالنسبه للحواف الدهليزيه. بيهمني هالموضوع من اجل الختم السيل، يعني بيهمني من اجل الختم بحيث انه يكون التعويض ممتد على الحواف التشريحيه الكامله. التعويض المتحرك فوق الغرسات يجب ان يمتد بشكل تام كما يمتد التعويض المتحرك التقليدي اللي ما فيه غرسات ابدا، للحصول على سبورت من النسج العظميه واللسويه والوصول الى مناطق الهامه كالمثلث خلفي الرحوي والحلبه الفكيه وقبه الحنك، ومن اجل الحصول على الختم. بعد عمل الطبعات الأولية وصبها، نحن بحاجة لعمل كوستوم تري طابع إفرادي وعمل طبعة نهائية باستخدام الكوستوم تري. الكوستوم تري نحن بنقوم بصناعته عادة باستعمال الريزينات أو المواد الراتنجية الإكريلية. يفضل دائما استعمال المواد الراتنجية المتصلبة بالضوء، أفضل من المواد المتصلبة كيميائيا، أسرع أكثر طول وقت عمل بالنسبة للصانع المادة الطابع، وبإمكاننا نعدل فيه بشكل أسهل. مادة الطبع المفضلة للطبعات الكاملة بالتعويضات المتحركة فوق الغرسات هي مادة البولي إيتر اللي بتجي بثلاث قوامات، متوسط وطري وقاسي، دائما نحن مفضلة. الميزة الجميلة بمادة بولي إيتر أنه هي فيها flexibility بحيث انه تدخل بمنطقة الاندركات السنخية وتطلع، وهي كمان صلبة خلال عمل الطبعة النهائية بحيث انه مكونات الطبعة مثلا مثل الكابينج والامبريشن بوست مثلا، هل الاكسسوارات اللي احنا بنطبقها فوق الغرسات بتكون ثابتة بصلابة داخل بنية البولي ايتر. اذا ما في بولي ايتر ممكن نستعمل الاي سيليكون الاديشنال بوليفينيسي لوكسان، بيساعدنا كمان لهالموضوع ان شاء الله. دائما نحن بحاجة بمادة البولي ايتر لعمل السبيسر، دائما بالمواد الطابعة المرنة سيليكونات او بولي ايتر او بولي سولفايد بحاجة نحن لسبيسر، يعني فراغ شمعي تحت الطابع. الفراغ ممكن يكون 1.4 مليمتر بالنسبة لمادة البولي ايتر، 1.5 مليمتر بالنسبة لمادة السيليكون. الطابع الإفرادي اللي نحن بنصنعه عادة ممكن يكون معانا بتقنيتين، اما بيكون طابع كله على بعضه مغلق إذا أنا بدي استخدم الطابع لعمل طبعة بتقنية الطابع المغلق closed tray، يعني الطبعة اللي حكينا نقول إنه اسمها طبعة إعادة التوضع اللي حكينا عنها بالمحاضرات الماضية، أو بإمكاني أعمله مثقب لون نافذة مفتوحة، يعني لو أنا بدي أخذ طبعة بيك أب أو طبعة open tray impression. بالنسبة للتري كل وصلة إلى طريقة معينة لعمل الطبعة. فمثلا وصلات لوكيتر في إلى كومينج خاص مثل ما نحن شايفين بالصورة اللي على اليسار، هذا الكومينج بيتثبت فوق وصلة لوكيتر اللي هي مثبتة داخل الفم، بيتثبت الكومينج بمكانه ونقوم بعمل الطبعة. فالكومينج بيطلع الآن داخل بنية الطبعة، وشوفوا هذا الشكل اللونه أسود هي المطاطة المثبتة المخبرية للكابينج للريبليكا بمكانه. فبعد العملية نحن بنحط الريبليكا أو مماثل الغرسة داخل الكابينج ونقوم بصب الطبعة بالشكل التقليدي. طبعا الوصلات في إلى أدوات خاصة لإدخالها، فمثلا الوصلة الكروية، هاي الوصلة الكروية في إلى أداة إدخال خاصة، هاي أداة الإدخال تبع وصلة أسترا، وصل كروي لشركة أسترا. أداة الإدخال هاي بتتركب على مفتاح التورك، يعني الأداة اللي بتساعدني على شد اللي هي الرنش، يعني بتساعدني على شد الوصل الكروية بتعليمات الشركة المصنعة، ممكن 20 إلى 25 نيوتن بالسنتيمتر. بينما هاي الأداة نحن بنسميها لوكيتر تول، هي الأداة المسؤولة على إدخال وصلة لوكيتر. شوفوا الشكل المثلث اللي قدامنا هون، هون تتثبت وصلة لوكيتر من الداخل، وهذا هاي الأداة المسؤولة عن شد وصلة لوكيتر باستعمال مفتاح التورك. اللي بالصورة هون قدامنا هي الإمبريشن كومينج تبع الوصلة الكروية، يعني ناقل الوصلة الكروية. هاي الإمبريشن كومينج بتتثبت فوق الوصلات الكروية، بعد ما نعمل الطبعة بتعلق هاي الجزء البلاستيكي الأزرق بيعلق داخل المادة الطابعة. في كمان عنا هاي الجزء اللي هو الكب اللي مسؤول على البروتكشن، الكب تبع الحماية. نحن بنستعمل البروتكشن كب بحالات انه بدنا نقوم بعمل تعويضات مؤقتة باستعمال مواد معينة، هلأ رح تمرق معنا بالسلايدات القادمة، فهو لحماية الوصلة من الخدوش ومن الأذية خلال فترة صناعة التعويض الكامل النهائي.
فهذا التعويض المؤقت، فنحن او التعويض النهائي حتى ممكن ما في مشكله، بنعمل شيء اسمه موديفيكيشن، بنحفر داخل التعويض الاماكن المطلوبه بهالمناطق هي مثل ما نحن شايفين، بنحفر التعويض بشكل جيد مشان نقوم بعمل التثبيت التعويض خلال مرحله الشفاء. طبعا بنيجي بقى حاليا للمرحله اللي بعدها، هي مرحله التاكد من دقه الطبعه. بمرحله التاكد من دقه الطبعه بنقوم بوضع ستنت فوق الدعامات او فوق الريبليكا اللي هي مثبته داخل الماده الجبسيه. احنا قلنا انه بنحط الريبليكا على الكوبينج اللي طلع معانا داخل الامبريشن، ثم بنقوم بصب الطبعات، بنحصل على الفاينل كاست اللي فيه ريبليكا بداخله. الريبليكا قاعد داخل الفاينل كاست مثل ما الغرسات قاعده داخل العظم بنفس الشكل الفراغي. لنتاكد نحن من دقه هاي الطبعه بامكاننا نحن نستعمل الستنت، هدول الستنتات اللي من معدن، النواقل المعدنية هي بتكون للفيريفيكيشن ستنت احنا بنسميها، بنحط هدول القطع المعدنية وبنعمل رقاقة من الريزين تربط بيناتهم كلهم بشكل واحد. هل الرقاقة من الريزين بنقوم بنقلها الى فم المريض لنتأكد بانه فعلا احنا عندنا غرساتنا تتوضع داخل الفاينل كاست مثل ما هي متوضعة داخل فم المريض. رح نتوقف عند هالنقطة هاي إن شاء الله، ومنتابع حديث عن هالموضوع بالحلقة القادمة.